الكرة المشتركة بينك وبين عبد الشافي اللي عملت مشكلة بين الكل، وكل قاعد يقول لا ده قاصد، وطبعا جمهور نادي الزمالك لا وليد سليمان قاصد يأذيه. انت شفت ده ازاي؟ انت الكرة دي كانت عاملة بص، ده ازاي؟ الطبيعي عادي. انا بالنسبه لي الجمهور عادي، يعني اكيد جمهور الزمالك او اي جمهور منافس هيبقى هيقول كده، لكن في الاخر الموضوع الناس اللي هي مش متعصبه تفهم ان انا ما كانش عندي خالص حاجه جوايا من ناحيه عبد الشافي او اذى او الكلام ده كله. ولو بنتكلم فير والناس فاهمه كوره، الكوره بتتحسب فاول على عبد الشافي مش عليا انا، ان هو اللي جاي لي الكوره كانت في استحواذي انا. لكن في الاول والاخر احنا كلنا اخوات واصحاب، وبنبقى في المنتخب بنمثل بلدنا. لكن ما كنتش مركز خالص مع الجمهور فعلا، كان هم يعني مش عايز اقول هم مزودينها شويه، لكن انا استحاله اركز مع الجمهور. انا كان يهمني بس ان انا اطمن على عبد الشافي. وانا بالمناسبه برضو الاصابه بتاعت عبد الشافي ده، انا كان عندي في نفس الاصابه كان عندي مشكله في كتفي برضو، حصلت لي اصابه في كتفي. لكن الفتره دي كانت مش عايز اقول يعني كان في ضغوط من حتة تانية وفي لجان وفي مش عايز اتكلم في الحته دي خالص. لكن انا اللي يهمني في الموضوع زي ما قلت لك ان عبد الشافي ده اخويا واحنا كلنا اخوات، وزي ما قلت لك بنمثل منتخبنا، لكن مفيش اي حاجه خالص انت يعني. عموما بتركز مع السوشيال ميديا؟ يعني في لعيبه ساعات بيركزوا، بيبقوا حابين يعرفوا الناس بتقول ايه، تمام انا ماشي تمام ولا في تأثير معين؟ انا اقول لحضرتك انا في السوشيال ميديا يعني ما افهمش حاجه خالص. انا اللي ماسك لي الحاجات بتاعتي اخو مراتي شادي، لكن انا ما يعني ما اعرفش حاجه للامانه. يعني انا بدخل ممكن اشوف اقرا بتاع، بس ما مش يعني مش بالنسبه لي حاجه مهمه قوي. مفيش مرة حبيت إن أنت تعلق على حاجة معينة، تطلع تهدي جمهور من ناحية، تتكلم عن حاجة معينة لا، بتحصل هي في مره النادي؟ واحده بس ساعه عبد الشافي عملت بيان ونزلته، لكن ما يعني انا بالنسبه لي مش بركز في السوشيال ميديا قوي يعني. لكن طبعا هي جزء بقى جزء مهم في حياتنا كلنا، لكن انا ما للامانه ما بعرفش حاجه السوشيال ميديا.